هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار وحوالي الساعة 6:30 تقريبا استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء. شوف احنا كنا قاعدين هان فجأة اللي هو صار ذبة جامدة خلقت قزاز فرضت علينا والشهداء وكل فج ومت.